الباراموتر الرياضة من رياضات الطيران الشراعي، بيتكون من المحرك والشراع المناسب للوزن، ويتم الطيران أعلى مدينة العلمين للترفيه على الزوار والحضور. رياضة الباراموتر بتزين النسخة الثانية لمهرجان العلمين. خلينا نتابع التفاصيل. من التجارب والمغامرات الجميلة اللي كنت حابب أخدها من زمان هي فكرة الطيران بالبارموتر، والحقيقة جت لنا الفرصة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة إن احنا نخوض التجربة. لكن ميزتها في مدينة العالمين إنك بتشوف حلاوة وجمال مدينة العالمين الجديدة من فوق. البارموتر هو نوع من أنواع الطيران الخفيف الشراعي، والحقيقة متحمس جدا، مش عارف التجربة هتكون عاملة إزاي لأنها أول مرة، بس خلونا نخوض التجربة ونقول لكم الاستمتاع عامل إزاي بالبارموتر. بدأنا بمرحلة الاستعداد والاستماع لتعليمات كابتن حسين قائد المغامرة، وهنا بقى حسيت ان انا خلاص دخلت في الجد. وانا على الارض ما كانش فيه خوف ولا رهبة، بس اول ما بدأنا نطير كان في رهبة بسيطة عشان اول مرة. وهنا بدأنا نستمتع بالطيران في سماء مدينة العالمين الجديدة، وبصراحة كنت مبسوط جدا، وشفنا بقى الابراج اللي بتميز المدينة وجمال البحر من فوق حاجة تانية. كنت متحمس ومبسوط، بس برضو كنت بمسك قلبي بقى، والكابتن حسين بيلعب على أعصابي بحركاته وتكاته، ولا كأننا بنخمس في الجو اللي هو ها هنقع ولا إيه الدنيا. بس الحقيقة هو كان سبب في إن استمتع، عشان كان كل شوية يطمني. الحمد لله تمت المهمة بالنجاح، والحقيقة التجربة حلوة قوي وممتعة، بس في تفاصيل هنتكلم فيها مع كابتن حسين. بس خلونا كده ننزل ونشوف بقى الحكاية كلها ونعرف التفاصيل كلها من كابتن حسين. يلا بينا. الحياة كانت تجربة حلوة قوي، بس يعني دي أول مرة بقى، فكان في بعض طبعا يعني جوانب الرهبة شوية، بس دي طبعا هنتكلم فيها مع بطل التجربة الجميلة دي اللي خلانا نستمتع الحقيقة، كابتن حسين عبد اللطيف. برحب بيك يا كابتن، وبجد شكرا على المتعة الحلوة والجميلة دي، ربنا يخليك. بس قولي بقى، احنا كنا يعني فوق معرفش اقولها ازاي، بس يعني كنا بناخد كده منحنيات رايحه جايه، بس كانت يعني كانت حاجه بصراحه حلوه. طبعا هو الباراموتور هو اول حاجه هبدا اقولها لك، حتى انا قلت لك قبل ما نطلع سيفتي از فيرست. فهو انا كده كده الحمد لله لما باجي اطير بطير ضمن الامان، ما بحاولش ان انا العب لان معايا كلاينت الالعاب، او ان انا العب بحاجه خطره ديت بتبقى في بطولات انا عمري ما اعملها لوحدي، حتى لان انا محتاج ان انا اكون دايما انزل اطلع سليم وانزل سليم. ده اللي هو زي ما تحضرك اللي هو القانون الاول اللي هو سيفتي فيرست. فانت كده لما انت يكون معايا بني ادم انا لازم احافظ عليه واحافظ على روحه معايا، لان هو يعني هتسأل عنه. بس الموضوع يعني ايه، هو مش صعب، هو بس علشان كانت اول مره، لكن الحياة الموضوع سهل. وبالظبط يعني ايه الحاجه برضو اللي ننصح بيها لاي حد هيمارس او هيخوض تجربه الباراموتر، ننصحه بايه قبل ما يخوض التجربه؟ هو ان شاء الله التجربه ممتعه جدا جدا لدرجه انت تتخيلها طبعا، بس هو المطلوب ان انت ما تخافش، مطلوب ان انت تقبل على الموضوع. الموضوع حلو جدا وفي انبساط لدرجه انت تتخيلها، لان دي حاجه يعني مش موجوده كتير في مصر، مش موجوده كتير في العالم، مش اي حد بقى يعملها كتير. فان انت تكون واحد من ضمن الطيارين بتوع الباراموتور ده حاجه قويه جدا. بما اننا بقى موجودين في مدينه العالمين الجديده، انطباعك عن مهرجان العالمين؟ وتقريبا دي مش المره الاولى اللي انتوا تشاركوا فيها، وكلمنا موجودين هنا لحد امتى، والناس تقدر تتابعكم ازاي؟ ان شاء الله احنا موجودين طول سيزون لحد نهايه السيزون كله، لحد نهايه العالم عالمين. المهرجان ده مهرجان واجهه لمصر، بيخلي البلد فعلا تنتعش. السياحه عندنا بتعلى جدا ما شاء الله، البلد والمدينه العالمين معموله على قدر عالي جدا من الجمال ما شاء الله، وعلى الشاطئ بتاعها جميل جدا. بشكرك يا كابتن حسين، وبشكرك مره ثانيه على التجربه الحلوه دي وشرفتنا، ميرسي جدا. شكرا. يعني الحياه تجربه حلوه جدا، والمميز زي ما قلت لكم في مدينه العالمين انك تشوف مدينه العالمين من فوق. الحياه كنا شايفين السحاب، كنا شايفين الابراج، كنا شايفين كمان كابتن حسين كان بيعلى طبعا بالليفل شويه لفوق، فكنا نشوف الشعب المرجانيه في البحر. فالحياه تجربه جميله، انصحكم ان انتم تجربوها. حتى اللي ما خدش التجربه قبل كده ما تقلقش خالص، هيبقى فيه بس رهبه شويه في الاول، لكن الموضوع ممتع جدا. والحقيقه انا انبسطت جدا في التجربه الجميله دي، وطبعا زي ما قال كابتن حسين هم موجودين طوال مهرجان العالمين الجديده. انصحكم ان انتوا تيجوا بجوار النورث سكوير وامام الابراج، هتستمتعوا جدا بالباراموتر في العالم عالمين.